عارفين في حاجة كده مثل بيتقال، همي يضحك وهمي يبكي. هو ده اللي انا هقوله لكم دلوقتي. اللي انا هقوله ده 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 مش ضحك ولا تهريج ولا بتاع، لا هو ده حاجة حقيقة حصلت، يعني ده خبر. لو انت مش انت طبعا، او مش 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 اي حد، مش اي حد، انا بحكي عن مثلا يعني عن بجد. اصلا الموضوع ده الخبر ده وانا بقراه، هو في حاجة اسمها كده اصلا؟ لو جوزك مش بيستحمي هتخلعي؟ ده مش ضحك، انا مش بضحك، دي حقيقة حصلت، دي حاجة بجد، حاجة حصلت على ارض الواقع. ان واحدة جوزها قعدت متجوزة 5 سنين ما بيستحماش، فراحت رفعت عليه خلع. دي بجد، ده بجد. يعني هو زي ما انا قلت لكم في البداية، هو همي يضحك وهمي يبكي. يعني هل ممكن ارفع قضية على جوزي او اخلع جوزي عشان ما بيستحماش؟ على فكرة عادي جدا. وهي قعدت بقى ايه 5 سنين بتحاول وتعافر معاه، وتجيب له بارفانات، وتجيب له شاور جيل، وتجيب له حاجات وحاجات لطيفة، مفيش فايدة. ما قالتلوش طيب اي حاجة؟ يعني سيبك من المقدمات، يعني هي ما قالتلوش مثلا خد دي مثلا، في يعني قالت اي حاجة؟ ما اعرفش يعني، اكيد قالت له. اصلا اكيد مش من الباب للطاقة كده هتروح تقول له تروح رفع خلع. بس هي سؤال، هو انت قدام بقى القاضي لما قال لك اسباب، لان دايما ما انا رفع، انا عملت خلع قبل كده، فبتسال ايه الاسباب. اللي انا عرفته بقى ان هي فعلا جابت له انواع كتيره جدا من البرفيومز، وجابت له انواع كتيره من الشاور جيل، وفضلت تقول له على مدار ال5 سنين عشان يتغير. بس للاسف هو ما تغيرش، وكانت حاولت كتير عشان يستحمى. بس الصدمه بقى هنا ايه؟ قال لها كلمه قويه جدا، وهي كده ما لهاش خلاص مخرج ولا ليها اي حل. قال لها انا عندي حساسيه وما بحب، مش هينفع ان انا استحمى كتير. بس الزوجه الحقيقه هنا يعني ما اقتنعتش بالكلام، وبعد كده راحت رفعت الدعوه. انا ما اعرفش يعني ايه حساسيه من الميه الحقيقه، يعني كلمه غريبه. لا ممكن حساسيه، او ممكن حساسيه من انواع. بس خدي بالك في حاجات بتبقى في غير كده، في انواع معينه بتبقى ضد الحساسيه. ممكن صابونات معينه بتبقى يعني، حتى بصي يا مروه، زي الاعشاب او حاجات زي كده بتتعمل في كل العطارات. بس هو لما قال لها كده اللي هو ايه صدمها، فانا ما اعرفش يعني عندها حساسيه. عموما دي حاله غريبه من الحالات اللي بترفع خلع. هل في حالات تانية؟ ده اللي هعرفه من ضيفتي اللي نوراني، اللي وحشانا وبقى لها كتير ما نورتناش هنا في استوديو هو وهن، وهي المحاميه استاذه امل اصلان. يا امل اهلا بيكي، عامله ايه؟ ازيك يا امل، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا حبيبتي. بصي يا امل، احنا دلوقتي كنا بنقول على حاجه الايه؟ انا سمعت ان انت بتقولي على قصه ان هو بياخد الشاور. بصي بقى، دي بالنسبه لي انا قاعده بقراها على احد المواقع، ان هي رفعت خلع بسبب ان هو ما بيستحماش. ممكن فعلا قضيه خلع تتقبل بقى عشان سبب زي ده؟ هي طبعا ما بتقولش للقاضي تقول له ما بيستحماش، هي بتقول له يعني انا مش هقدر اكمل لاسباب. ممكن يكون بجانب ان هو ما بيستحماش، بيمد ايده عليها، بان هو بيطول لسانه عليها. لا سيبك، هو لا هو راجل كويس وبيصرف عليها وراجل زي الفل. احنا بنتكلم عن السبب ده، ما بيستحماش، ان هو ما بياخدش شاور، ده سبب مقنع للقاضي ان هو يخلعها؟ ايوه طيب. ايوه، لان هو ده بيبقى فيه استحاله، وعلى فكره بتبقى فيه ست نفس الكلام طبعا. طيب امل، اكيد انت مريتي بتجارب، اكيد مريتي بتجارب كتير جدا جدا في قضايا الخلع. قولي لي يعني اكتر الحاجات، احنا طبعا النهارده موضوع غريب جدا، قولي لي اغرب سبب للخلع انت شفتيه كان ايه؟ لا، في ان هو زي ما انت قلتي كده، واحده ما استمرتش سنه، مجرد ان هو فعلا ان هو حتى لو بياخد شاور ريحه وحشه. دي النهارده احنا بنقول عليها، احنا عايزين حاجات تانية بقى. قولي لي ايه الحاجات التانية؟ عندك حاجة غريبة يعني؟ هو مثلا في واحدة تقول لك أنا مش مستحملة مثلا أسلوبه، ما بعرفش أنام منه، مش كتير ده بتحصل. في إن هو أسلوبه على طول ألفاظه حتى على سبيل التهريج. طب بما إنك محامية يا أمل، ما بقتش مستحملة. طيب بما إنك محامية، لو تعرض عليكي قضية زي دي هتاخديها وتقولي لها لا حطي بطيخة صيفي في بطنك وهنكسبها، ولا هتقولي لها لا دي ممكن ما نكسبهاش؟ ان هي تاخد الخلع، الخلع بيبقى فيه خساره، الخلع ما فيهوش خساره، كده كده اي واحده بتطلب خلع هتاخد الخلع. لا دي ما فيهاش يعني، ما فيهاش جدال. بس هو الفكره ان هو تحس ان هو سبب قوي. في ستات بالنسبه لها اعصابها ما تستحملش ان هي يعني تشم ريحه وحشه، في ناس ما بتحبش تسمع الصوت العالي، في ناس، في واحده بتطلق لمجرد ان صوتها صوت راجل عالي.
بس انا بحس ان في اغرب يعني في قصص كتير وقصص غريبه بنسمع عنها عن الخلع بتبقى يعني هدفها البروباجندا شويه او مثلا الترند او حاجات زي كده، لان في حاجات فعلا ما بتبقاش مقنعه، ولما انا اجي اقراها او اشوفها بحس ان الموضوع تافه وفعلا بتتحكم لها بالخلع. بس انت رايك ايه ان في ناس كتير اكيد واجهتي حالات كتير وشفتي سيدات كتير بتبقى هدفها هنا ان هي ايه تعمل بومنج يعني في السوشيال ميديا؟ ما ده في ناس واحده تقول لك طلب مني ان انا اعمل صينيه بطاطس مثلا او صينيه مسقعه، ده ناس بتبقى هرسله يعني. صح، دي حاجات احنا بنشوف دي بتهرج يعني بتهزر اه بس احنا بنشوف ده بتهرج عادة دي احنا بتهرج، لكن هو الطبيعي ان هو بتبقى الست فعلا بتبقى فيه ستات مرفهه جدا لدرجه ان هي ما بتستحملش زي ما قلت لك لا صوت عالي ولا بتستحملش ان هو ما ياخدش شاور حتى بطريقه، في ناس ما بتحبش ان هو يعني بيشرب كتير بيسكر كتير لا لا دي حاجات ده لازم، دي حاجات ده لا لازم ده تحصل، لازم تخلعه ما تتجوزوش اصلا يعني. يعني امل انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا وانت نورتينا وهستناكي تنورينا. بنشكرك جدا يا استاذه امل، شكرا ليك يا امل. يعني موقف موقف يعني حاجات غريبه بس احنا بقينا نشوف في الزمن ده حاجات غريبه جدا وبقينا نقرا اخبار فعلا ترند، بس في الاخر وفي الاول نقول ان هي بقت حاجات فاكهه حقيقيه احنا بنشوفها.